كيف كانت الأجواء ديالك؟ مزيان الحمد لله، داكشي كان ساهل ومهم عملت اللي عليا يعني وكمل على الله. كيف كانت الأسئلة؟ سهلة شوية، مؤلفات طاحت صعيبة وصافي، ولكن سهلة يعني إلا رجعتي تجيك سهلة. كانت في المستوى كل شيء، كانت يعني مزيان يعني كل شيء في متناول، يعني الواحد اللي كان حافظ راه غادي يخرج داك الشيء غادي يجاوب. بالنسبة للحراسة كيف؟ الحراسة كانت مزيان، جوج يحوسونا جوج الأساتذة. ما كانت شي حالة الغش؟ لا ما كانت شي حاجة، زعما كل شيء كان ترانكيل داك الشيء. نقول لك صراحة امتحان والو صحيح. شنو اللي جاك صعيب فيه؟ العربية ما فهمت والو، واخا حنا كنهضروا العربية ما فهمناش العربية. يعني الأسئلة كانت شوية شنو صعيبة؟ جو أسئلة و فهمنا فيهم و فهم بزاف، لا بزاف كخويا من المغرب شاء الله. عندما بدا جبرت الورقة شفت كيمياء جاتني سهلة، خدمتها سبعة النقط، المهم أنا بازيت على سبعة النقط ديالها. من بعد جبرت ميكانيك طيحوا ال سي، وأنا ما كنتش عاولة على ال سي، كنت خدامة على اغ سي. صراحة خدم شي حاجة خشت بحالي خشت كنبكي صراحة، حتى داك الشيء ما مشيت اللي كنت خصني نخدم. باش نقولوا المهم كما قالت وحده قبل مني قالت لك زعما الا حفظتي غتجيب، كاين اللي كيحفظ وكيجيب وكاين اللي كيفهم وكيجيب وكاين اللي ما كيجيبش. واش نقولوا الحمد لله يا ربي وصافي، كنتمنوا حتى حنا شي مصحح فيه الرحمه. الامتحان كان في متناول شويه ما بين زعما، المهم اللي خدم غيجاوب اللي ما خدمش ما يجاوبش. الامتحان كان شويه صعيب زعما، ماشي ساهل وماشي ماشي صعيب مره، هادشي اللي كاين. الله ينجحنا شويه. أجواء في المتناول، كل شيء كان مزيان وكل شيء داز بخير. أساسي دا شتيتو صعبو معنا، واللي حافظ غينجح واللي ما حافظش ما غينجحش. صراحة الأسئلة كانت متداول الجامع، يعني ماشي ساهل وماشي صعيب كيف ما قلت لك في الأول، غير ما كناش متوقعين بأنه يطيح هذا النص النظري هذا، كنا متوقعين حاجة أخرى. بالحق المهم الحمد لله والكمال على الله الحمد لله. صراحة امتحان طاح في مستوى شوية بالحق، زعما الحاجة اللي عملوا لنا دابا ما كناش حتى واحد ما متوقعها. بالحق المهم الحمد لله جاوبنا شوية الحمد لله. نتمنوا أسئلة شوية ساهلين، حيت زعما ماشي شي حاجة اللي ما غتقدرش تفهم، يعني حتى ولا ما كنتش حافظ غتفهمها، فهداك الشيء الحمد لله دا شوية مزيان. أجواء مزيانة، امتحان ساهل، أساتذة قاموا بالواجب مراقبين، إيوا دوزنا مزيان. اللي حفظ دوز مزيان، اللي ما حفظش يتشكى. بالنسبة للأسئلة كيف كانت؟ أسئلة في المستوى، يعني ما أقول لك بحال كل عام كيجيو نفس الأسئلة كيتعاودوا، يعني كتما خصك تعرف تبدل الصياغة وصافي. تبدل الصياغة مزيان الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.